أما هلا عفاف خلينا ننتقل لمحطتنا التالية اللي نحكي فيها عن معلومات بتهم كثير من الناس. اليوم عم نشوف كل الناس عم تحاول تعرف كل التفاصيل بما يخص الزلازل بعد الكارثة الإنسانية اللي تعرضنا لها، أنواع الزلازل، قياسة شدتها، فعليا في مناطق أساسا مهيئة بمنطقة فينا نقول المتوسط، شو هي المناطق المهيئة، في كثير من المعلومات ممكن حتى خلال حدوث الزلزال ممكن نستفاد منها كيف فعليا فينا نتعامل مع هي الحادثة. أكيد، ورح نتعرف كمان إذا في مبرر للخوف من حدوث زلازل أخرى أو هزات ارتدادية أخرى، ولأمتى رح تضل مستمرة هي الهزات الارتدادية. أكيد مع ضيفنا اليوم بالاستديو طارق المعيوف، جيوفيزيائي في علوم الزلازل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور، كيفكم ان شاء الله بخير؟ يسعد صباحك. بعتقد منذ 6 شباط الى اليوم هي الكارثه المؤلمه، يمكن الى الان عم نحصد تداعياتها وقاسيه صعبه فعليا نتجاوزها. كل الناس حابه تعرف كل التفاصيل. يوميا على مواقع السوشيال ميديا ألف سؤال، عم نستضيف مختصين بشكل مستمر لنحكي عن الزلازل، المناطق المهيئة. فعليا ما في أي حدا ممكن يتنبأ بوقوع زلزال، بس من خلال دراستك خلينا نحكي عن الزلازل، يعني أنواع الزلازل، شدة الزلازل، كيف بيتم قياسها. نحن عم نحكي عن زلزال كان في تركيا ارتداده كان قوي علينا وأدى إلى هي الكارثة الإنسانية. لا، مبدئيا الزلازل والبراكين هي تعبير عن حركة الأرض. الأرض كائن حي ويتحرك ويتنفس. الحركة تبعه إذا بدنا نحكي بشكل عام، يعني الحركة تبعه على شكل الزلازل والبراكين الاهتزازات. الكرة الأرضية بطبيعتها إذا بدنا نحكي من السطح من فوق أو القشرة الأرضية أو الوشاح الأعلى مكونة من الصفائح التكتونية أو حسب تعبير أساتذتنا الكرام بلاطات، على شكل بلاطات إذا بدنا نبسط الفكرة، بلاطات تسبح وتطوف وتعوم على بحر من الماغما أو المهل اللي بنشوفه أثناء ثوران البراكين الانسيابية. هي حسب تعبير أستاذنا الكريم نضال جوني هي منطقة الوشاح الأعلى، هي منطقة الفرن النووي. الفرن النووي اللي بتيارات الحملان وهذا المهل اللي عم يتحرك بتطلع كتل الماغما والمهل بيطلع بيحرك الصفائح بسبب بحركات على هاي الصفائح التكتونية، ممكن تكون حركات تصادمية، ممكن تكون حركات اندساسية، يعني تصادم اندساسي أو حركة تباعدية مثل ما بصير بالمحيط. فهاي الحركة هي بطبيعتها كزلزال، الزلزال غير مميت، البركان غير مميت، لكن البناء، بناءنا الاسمنت والخرسان والحديد هو اللي صار يقتل الناس. الزلزال اذا كان بمنطقه خاليه ما راح يسبب اي ضرر، اي ضرر، لكن من يقتلنا هو البناء. فهل نحن بانين اصلا بطريقه بتقاوم الزلازل سليمه او سليمه؟ هل مبنيه على الكودات الكود طبعا نحن عندنا كود سوري موصى به في حال الأشخاص أو الشركات أو الصناعيين رجال أعمال حبوا يبنوا، ففي كودات، في خرائط تمنطق زلزالي موصى بها، مناطق خطر أعلى، مناطق خطر ضعيف، في عندنا شيء اسمه هازارد، في شيء اسمه ريسك. ففي مناطق للتمنطق الزلزالي الهازارد فيها عالي، اللي هو الخطر الزلزالي، الخطر عالي أو كبير. في مناطق ما فيها بسوريا وبغير سوريا بكل المناطق. فأي بالنسبة لأنواع الزلازل إذا بدنا نحكي بشكل طبيعي، في الزلازل المتحرضة ممكن تكون بتفجير نووي، ممكن تكون تجارب لبعض جيوش العالم، ممكن يكون زلزال متحرض على المدى الطويل بسبب تخزين المياه خلف السدود مثل تركيا مثل السودان، يعني بغض النظر لهم اسباب ممكن يخزنوا فيها، لكن هون هو فينا نقول محرض ولا نحن بنعرف مثلا كل 100 سنه ممكن يصير، ولا هو بيسرع بالوقت؟ يعني نحن بنعرف فعليا يعني انه كل فتره هي المنطقه اساسا صدفنا مختصين شرق الاناضول عم نحكي او شرق الاناضول هو مهيئ، بس نتيجه اعمال الانسان مثل تخزين المياه بنقول انه هو كان ممكن بعد 10 سنين بس فعليا سرع قرب طبعا لانه عم تراكمي مياه، والمياه وزنها النوعي ثقيل وهي مقياس للمعادن، وهيك المياه ثقيلة تعتبر. فتخزين مليارات الأمتار المكعبة من المياه على بقعة معينة عم يأثر على توازن الطبقات، على توازن الاستاتيكي للطبقات. فإذا كان قريب من مناطق صدوع ومن مناطق فوالق
فطبعا عم يسرع عم يؤدي ما اسمه زلازل متحرضه الى اسباب مفتعله ليست طبيعيه. اسباب مفتعله. نحن اليوم ما فينا كثير نتوقع امتى بده يصير زلزال وامتى لا، يعني لسه ما عندنا هي التقنيه. طبعا العلم لم يتوصل لحد اللحظه لطريقه للتنبؤ بالزلازل، ولا حتى قبل دقيقه واحده او ثانيه واحده. اكيد. ونحن كجيوفيزيائيين او زملائنا في سوريا او بالعالم كله في مراكز الرصد ومراكز البحوث الزلزالي او غيره، عمليه تسجيل يشعر أكيد. بها مثل ما يشعر بها اي مواطن عادي. لكن في المكان او المكتب او محطه الرصد في اجهزه اكيد بتسجيل. هذا هو السؤال، لكن يعني نحن اليوم لطريقه للتنبؤ كيف عم نقدر نحن نقيم شده قوه الزلزال وموقعه تماما، كيف عم نقدر؟ طبعا في مناطق مهيئه تاريخيا. نحن للاسف نحن منطقة معقدة تكتونيا بباطن الأرض، معقدة جدا، سوريا والشرق الأوسط حتى حدود عمان وتركيا كانت قعر لمحيط التيتس العظيم، بقاياه هو حاليا البحر المتوسط بعد ما انحسر محيط التيتس، حاليا هو البحر المتوسط. هاي المنطقة معقدة جدا وكان متعرضة لضغوط عالية بسبب المياه، ففيها فوالق وكسور، بالإضافة للحركة. يعني إذا بدنا نحكي عن منطقتنا نحن، نحن على الصفيحة العربية. الصفيحة العربية جزء من الانهيار الإفريقي العظيم. صحيح. الممتد من البحر الأحمر، البحر الميت، ويشق طريقه حتى سهل الغاب على شكل ريش اسمها فوالق ريشية، بالامتداد إلى شمال سوريا إلى تركيا حتى صدع الأناضول اللي هو جزء من خط التلاقي وحزام النار والحزام القلبي. يعني نحن للأسف بمنطقة معقدة تكتونيا، لكن مهيئة. مهيئة لكن كنا بمرحلة من الاستقرار امتدت 200 سنة. صحيح. ونحن بنعرف كل 100 أو 200 سنة يحدث زلزال اتباعا للمختصين، مثل ما حكيت بعض التفاصيل عن البنية التحتية. خلينا نحكي اليوم الناس بدها تطمن، بعد الناس خايفة، مواقع السوشيال ميديا يعطيهم ألف عافية دائما بيشروا الإشاعات، أي حدا ما عنده أو أي معلومة يجب عدم نشرها. نحن عم نستضيف مختصين وعم نركز نكرر بشكل دائم وفقنا مختصين، أي حدا ما عنده معلومة يا ريت ما ينشرها لأنه الناس ما بقى قلبها يحمل وجع، حرام اللعب بمشاعر الناس. خلينا نحكي فيها الذات ارتدادية مستمرة، الناس بعدها عم تشعر فيها، لأيمت مستمرة هي الهزات الارتدادية؟ بما أنه أنت حضرتك دارس مختص، عم نحكي كنا هلأ عن البنية التحتية للأرض في سوريا، أنه أكثر المناطق اللي هي فعلياً مهيئة فينا نقول، نحن مع خط تماس لهيك شفنا حلب خطوط عدة خطوط لهيك شفنا حلب إذا مع خط تماس مع تركيا وجنديرس، هدول المناطق يعني تأثرت بشكل كامل بشكل كبير وكان في خسارة مؤلمة لأنه قريبة للمنبع اللي هو صدع الأناضول. صحيح. شرق على خط تماس شرق الأناضول. بس بدي خلال نص دقيقة بس وضح شو اللي عم يصير بتركيا أو صفيحة الأناضول. شمال تركيا هو الصفيحة الأوروبية، هي صفيحة كبيرة ومستقرة، صفيحة كبيرة ومستقرة. صفيحة تركيا وصفيحة إيجا جنب بعض، اللي هي بتشكل تركيا كدولة أو كحدود سياسية. صفيحة الأناضول صفيحة ضعيفة عم تتعرض صدم من الصفيحة الإفريقية، من الصفيحة العربية، ومن الصفيحة الفارسية، بسبب زي مثل ما حكينا عن تيارات الحملان وعن الحركة التصادمية. صفيحتنا العربية تصدم بتركيا وتندس تحت الصفيحة الفارسية بنفس الوقت، يعني صفيحتنا نشطة، منطقة نشاط. فهذا اللي عم يصير عملية صدم بين الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول، اللي هي أدت أصلاً لتشكل جبال طوروس والحركة التصادمية إلى اليمين. لو تخيلنا الخريطة، الصفيحة العربية عم تتجه شرقاً مع الصفيحة الفارسية وصفيحة إيران، أدت لتشكل جبال زاغروس. فهي حركات طبيعية، لكن نحن هلا صرنا نحس فيها بسبب التمدن والمعاصره. صحيح. والبناء العالي صرنا عم نشعر فيها، خاصه الطوابق العاليه بحسوا فيها، لكن الطوابق العاليه ما هي المعرضه للخطر، بالعكس ممكن معلومه تفاجئ الجميع، هو الطوابق العليا او الطابق الاعلى هو الامن في حال حصول زلزال لا سمح الله، لانه الطابق الاسفل الطابق الاول حينهار، البناء حينهار على نفسه وبالتالي عم تتراكم لا سمح الله بعيد الشر عن الجميع ملايين أطنان أو مئات آلاف أطنان الخرسانة والإسمنت وغراض المنزل وغيره. فالطوابق السفلى ما هي الأأمن إلا بحالة التنبه والخروج السريع. بدي نبه لشغلة بالنسبة لمواقع التواصل وغيره، لو
لو كل حدا اختص بما يختص، ويعني اللي ما بيعرف لا يهرف بما لا يعرف، مع احترامي للجميع، كانت الدنيا كلها بخير. خلال الأزمة السورية شفنا بعض صاروا محللين استراتيجيين، محللين اقتصاديين، محللين سياسيين، الآن خبراء جيولوجيا صاروا. بتحس الواحد، أنا أحيانا قاعد بمكان ما بعرف عن نفسي إني جيولوجي بحكم عملي، أنا بعمل بمكان آخر بسمعه وبضحك، يعني فينا نعتبرها زوبعة. في هزات ارتدادية مستمرة، الهزات الارتدادية ما فينا نحكم عليها إلا بس مستمرة. مستمرة طبعا، مستمرة إلا لحد ما توصل لمرحلة الاستقرار. الزلزال الكبير اللي حصل ب6/2 7.8 كبير، شفنا شرخ الأرض يعني، وله تداعيات. ومن يومين ثلاثة حصلت زلازل بملاطيا وغيرها وسنترال تركي على نفس خط الصدع. صحيح. تنشط للأسف، يعني صدع الأناضول قد تنشط، والزلزال الكبير ب6/2 والزلازل اللاحقة، أنا ما بحب أسميها زلازل ارتدادية، هي زلازل أصغر. يعني صارت الحركة الأولى، حتكون في حركات تانية للوصول لمرحلة الاستقرار مستمرة. هي لترجع على الأرض، بحب يعني أطمن الناس بسوريا على الأقل بنص دقيقة. في عنا دراسة بالمركز الرصد الزلزالي قاموا فيه زملائنا وأساتذتنا الكرام طبعا على مدى عدة سنوات، الهزات المرصودة بسوريا من 4 درجات اللي هي غير محسوس بها، وأدنى كانت على عبر هاي السنوات تتناقص من حيث القدر أو الشدة وتتباعد، وبالتالي كنا عم ندخل لمرحلة استقرار تام. يعني كان إذا اعتبرنا زلزال دمشق اللي حصل 1700 الدورة كان ممكن تصير لحد ما يجي زلزال متوقع آخر، كل ما للمدة عم تطول. لكن الزلزال تركيا الجديد 6/2 6 شباط فعل نفسه، فعل الصدوع المجاورة، لربما فعل صدوع لبنان اليمونة اللي ترى آثاره بالزبداني. ما بدنا نخوف الناس، بس كمان ما في داعي للوصول لمرحلة الفوبيا. في ناس عم بسمعها عم تحكي انه صرنا نشعر بهزة، انا بنصح طبعا ما عم اتمسخر او شيء او كذا، لكن يفحص الأذن الوسطى او الهي، لربما بأسر الزلزال صار في دوار دهليزي او شيء. ما في داعي الناس تخوف بعضها الفوبيا. خلال دقيقة تانية ممكن بس اشرح عن الزلزال حصل بغض النظر عن مصدر، بغض النظر عن طبيعته، هل هو مفتعل أو غير مفتعل، هل هو تكتوني أو انفجاري أو بركاني أو شيء. عندنا 4 أنواع من الأمواج اللي راح تتولد، اللي هي الأمواج بي اللي هي عملية ضغط للتربة من المصدر، نعتبر هون المنبع أو السورس، فعملية ضغط للتربة أو الصخر. مجرد ما شعرت باهتزاز، هذا الكلام يعني كلمتين أحسن من 10 وما بدي فوت بمحاضرة علمية، مجرد ما شعرت بالاهتزاز ما في داعي للتصوير، تصوير اغراض بيت ونحطها على الحاله، معك ثواني ثمينه، اجزاء ثانيه ثمينه جدا، ممكن تنقذ حالك، ممكن تنقذ اولادك بيتك. فالامواج الاولى اللي حتطلع هي الامواج بي، بتسبب انضغاط وتخلخل بالذرات التربه او الصخر اللي نحن عليه. مجرد الشعور بالزلزال المفروض مغادره البناء فورا، ويفضل إجراء خطة إخلاء مثل الشركات مثل الكذا. في عندهم في قسم الـ HSE قسم السلامة بيعملوا تدريبات حتى بالدول المتطورة، ما مو عيب نحن نعمل هذا التدريب بالبيت. بعض الأغراض بحقيبة صغيرة، الأغراض الهامة جدا والأوراق، الأطفال، دراسة الخروج من الغرفة للبيت وما يكون في شيء على الدرج أو مدخل البيت. أنا لاحظت كثير في الموتوسايكل او الموتور الدراجي او الموتورات الكهربائيه او البسكليتات، لازم تكون بعيده، لانه معنا ثواني ثمينه جدا خلال وصول الصدر الموجات الاولى النابعه من الزلزال. بعدين رح تجي عنا الامواج اس اللي هي حركه رفرفه اللي هي بتؤدي للاهتزاز، يعني اهتزاز انضغاطي، اهتزاز على شكل رفرفه، ما في داعي للتريات، فينا نفكها لانه رح تكون خطر كبير في حال حصول الهزة وفلتت، ممكن يكون في طفل أو حدا تحتها، ما في بيت بيخلى من الفاترينات والمقتنيات الزجاجية وهالأمور، يا ريت نضبها بكراتين نحطها على جنب، لأنه في حال اهتزاز راح تكون خطر علينا. مو معقول بزلزال بالمنبع في بيوت وقرى نجت
ونحن على بعد 1000 كيلومتر او 800 كيلومتر بسبب شيء نحن تاركينه بالبيت والاهتزاز مثل ما صار ب 6/2 يكون سبب وفاه حدا لا سمح الله او اصابه. بعدين بتجينا الموجه الثالثه اللي هي امواج لوف اللي هي حركه رفرفه ومثل حركه الافعى رفرفه فوق اعلى اسفل وحركه جانبيه، هي امواج الدمار امواج سطحيه الابنيه ما بظن انه تتحملها. بعدين تجي الامواج اللي هي الاخطر اللي هي الامواج رايلي، امواج رايلي من المنبع، منبع مثلا بتركيا بالشمال ولدت امواج على شكل هليلاج اللي هو مثل البيضه، الامواج هيك راح تتحرك على شكل بيضه، هليلاج راجع للخلف وعم يصير للامام، هيك الامواج راح تحصد يعني بالعاميه راح تحصد حصيد. يعني فينا نقول نحن حاليا استقرينا والوضع رايح لاستقرار مع هدوء هي الهزات وقله عددها يلي عم يصير انه ما بقى صار هي الدراسه الأول. كانت قبل زلزال تركيا بالنسبه مشان للامانه العلميه بس كانت الوضع هلا يعني مستقر نسبيا ولا ممكن تصير هزات انفجاريه اذا بقي صدع الاناضول هو البؤره الزلزاليه دمشق العاصمه ومناطق وسط سوريا والاردن يعني بعيد لكن المناطق الاقرب لتركيا للاسف اهلنا بالساحل اهلنا بحلب كذا اكيد نتمنى أقرب نتمنى السلامه للجميع أكيد. يجب الحيطه والحذر واجراء اختبار ولو أكيد. بعشر ثواني اخلاء معنا ثواني ثمينه أكيد. وقتنا خلص معك استاذ طارق معيوف جيوفيزيائي بدنا نشكرك بالختام نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس يا رب وفعليا الله يبعد الشر عن كل الناس نحن عم نحاول نستضيف مختصين لناخذ معلومه مفيده ويا رب ما بقى يعني نشوف زلازل لانه فعليا عم نحكي عن اثر كثير كبير للحادثه الانسانيه اللي صارت بستة اشهر نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله يا رب ما بنلتقي الا بالخير وبمناسبات شكرا لك استاذ اهلا وسهلا فيك